السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مخلل الجزر. هنعمله بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة معانا طبعا جزر متنضف كويس ومغسول ومتقشر. هنقسم الجزرية نصين، وبعد كده هنقطعها ترنشات، وبعد كده بالسكينة المشرشرة بتاعت المخللات والبطاطس هنبدأ نقطع الطرنشات دي صوابع متوسطة الحجم. مش هنرفع الجزر قوي وبرضو مش هنتخنه، يعني بيكون حجمه متوسط زي ما احنا شايفين كده. وده شكل الكمية كلها بعد ما قطعناها، شايفين شكلها حلو ازاي. بعد كده معانا 3 معالق حبة البركة كبار، ومعانا معلقة خل كبيرة، وكركم معلقة صغيرة، وربع كوباية زيت، ورق لوري، وملح، ومعانا فلفل اخضر متقطع، طبعا ده حامي على بارد. بعد كده هنحط كل المكونات بتاعتنا في حاجة تكون غويطة شوية عشان نعرف نقلب كله مع بعضه. معلقة الكركم دي بتفرق جدا في الطعم وفي اللون. وبعد كده هنظبط الملح بتاعنا، طبعا لو بنحب المخلل مالح زيادة عن اللزوم هنزود، او لو بنحبه مظبوط هنظبط حسب راحتنا. وهنزود الميه، الميه دي مش مغليه، دي ميه من الفلتر عادي. هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض، وهنجيب البرطمان اللي هنخلل فيه. هنحط كميه الاول من الجزر، وبعد كده هنحط حبه فلفل صغيرين، ورقتين لوري، وهنرجع نحط جزر تاني. بجد بنات والله الجزر ده طعمه حلو جدا واحلى وانضف كتير من بره. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. هنزود جزر تاني وحبة فلفل كمان، ورقتين لوري، لحد ما نخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. مخلل الجزر من المخللات اللي بتفتح النفس على الأكل قوي، وما فيش حد طبعا ما بيحبش طعمه. فالطريقة دي سهلة جدا، مختلفة كمان عن الجاهز، تقدري تعمليها يعجبك ان شاء الله. وبعد كده هنزود كمية المية لحد ما نغطي الجزر كله، لازم الجزر يكون متغطي على الآخر. واول ما نغطيه بالميه كده بيكون جاهز معانا. اسبوع بالظبط او اقل من اسبوع تبداي تاكلي منه، بجد طعمه حلو قوي، هيعجبك ان شاء الله لما تجربيه. ما تنسيش لو الطريقه عجبتك يا ريت تضغطي على اللايك والشير، وتشتركي في القناه لو مش مشتركه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.